السلام عليكم ورحمة الله اخواني المشاهدين ومتابعي قناة ابو يوسف تكنو. اليوم في الفيديو حنتكلم عن كيفية ربط وتشغيل ساوند بارات تي سي ال سواء عن طريق كيبل اتش دي ام اي او من خلال البلوتوث. لذلك هذا الفيديو حيتقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول هو معرفة مداخل الساوند بار وتوصيل السلك المطلوب مثلا او الواير المطلوب بشكل صحيح بالساوند بار اولا. اما القسم الثاني فهو التوصيل بالشاشة سواء عن طريق كيبل اتش دي ام اي من خلال مخرج الارك او ايضا باستخدام مدخل HDMI-N الثاني ووظيفته ايضا حتى نوضحها، لانه موجود هذا المدخل في بعض موديلات الساوند بار منها TS8211 وايضا TS8132 اللي طبعا هذا HDMI-N يختلف عن خيار HDMI-Out او الارك الموجود في الساوند بار. والجزء الثالث في الفيديو حيكون كيفية تشغيل الساوند بار من خلال الكيبل HDMI او البلوتوث من الشاشة. ضروري جدا انه تشاهد الفيديو بشكل كامل وتتبع الخطوات كما في الفيديو بشكل دقيق حتى ما يفوتك اي خطوة او اي تعديل راح نقوم به او اي خيار حقوم بتفعيله من الشاشة او ايضا بالخطوات من الساوند بار. فخليكم معنا. إذن أحبائي أهلا بكم مرة ثانية. هنستخدم موديل ساوند بار TS8132 اللي أيضا تكلمنا عنه في فيديو فتح صندوق وأيضا في فيديو المراجعة، وسابقا تكلمنا عن الموديلات الأربعة لساوند بارات TCL توفرت بالعراق اللي هي موديلات TS6100 وTS6110 وTS8211 وأخيرا TS8132 اللي هو نفس هذا الموديل في الفيديو. بالنسبة لآخر موديلين اللي هما TS8211 وTS8232 فيتوفر فيهم مدخل HDMI إضافي اللي هو HDMI-N. هذا شنو وظيفة HDMI-N؟ معروف أنه استخدام المدخل HDMI أو كيبل HDMI من الساوند بار إلى الشاشة عن طريق مدخل الارك أو الارك حسب شاشتك هيقدم أفضل تجربة صوت سواء كوضوح وكقوة صوت وأيضا كتفاصيل بالصوت والتسييم. هل أنه البلوتوث يقدم نفس التجربة؟ الجواب لا. بشكل عام البلوتوث ما يقدم لك افضل تجربه صوت وان كان الساوند بار يدعم البلوتوث، فبالتالي حتى تحصل على افضل تجربه صوت هنتكلم عن صوت عالي الوضوح. لهذا السبب انه سلك ال HDMI او كيبل HDMI سواء كان عندك نظام مسرحي منزلي او ساوند بار هو افضل طريقه واحسن طريقه توصل بها الشاشة على الساوند بار او الساوند بار بالشاشة حتتحصل على افضل تجربة وحيكون فرق كبير جدا كصوت. هذا النقطة الاولى. النقطة الثانية اللي جاي نوضحها حاليا هي هذا الـ HDMI-N شنو وظيفته بالضبط؟ في حال انه استخدمت طبعا الـ HDMI اللي هو مدخل HDMI الارك، فبالتالي انت استخدمت منفذ HDMI بالشاشة. هذا المدخل الـ HDMI يسمح لك انه توصل جهاز اخر بالساوند بار، يعني مثلا كان عندك ساتلايت او ريسيفر او كان عندك بلاي ستيشن 4 او اكس بوكس 1 او مثلا بلاي ستيشن 5، لكن افضل صراحه اذا كان عندك بلاي ستيشن 5 او اكس بوكس سيريس اكس او سيريس اس انه توصله مباشره بالشاشه. اذا حبيت توصله عن طريق هذا الساوند بار فمن خلال انه توصل الجهاز مثلا ساتلايت او ريسيفر على الساوند بار مباشره من خلال مدخل اتش دي ام اي. اذا احبائي بشكل اوضح كما ذكرنا هذا المدخل HDMI ان ممكن انه توصل به ساتلايت او ريسيفر او بلاي ستيشن، يعني انه تجيب كيبل HDMI الخارج من هذاك الجهاز وتوصله بهذا المدخل، بعد ذلك تستخدم كيبل HDMI الاصلي مع هذا الساوند بار وتوصله على مدخل الارك او الاي ارك حسب موديل شاشتك. بعد ذلك اذا حبيت انه تشغل هذا الجهاز اللي وصلته مثلا الساتلايت او الريسيفر بهذا الفيديو كمثال، اولا تشغل الساوند بار وتشغل الجهاز المتصل. في حال انه ردت الساوند بار والجهاز المتصل مثلا الساتلايت يشتغلون بنفس الوقت بحيث انه الصوت يخرج من الساوند بار نفسه، تختار زر HDMI-N، فبالتالي الصوت الصوره والصوت راح تجي عن كيبل HDMI للساتلايت على هذا المدخل، وهذا المدخل اللي هو كيبل HDMI الموصل من الساوند بار الى الشاشه راح يعرض لك الصوره على الشاشه والصوت حيخرج من الساوند بار. يعني كانما الساوند بار اصبح كيف قطعه التوصيل او الربط بين الجهاز المتصل الساتلايت والشاشه. ما ردت انه الصوت يخرج من الساوند بار ويخرج فقط من الشاشه، وبنفس الوقت انه الصوره ايضا تشتغل عن طريق الساوند بار نفسه، فتختار الباس ثرو اللي هو هذا الزر. بهذه الحاله الصوت ما راح يخرج من الساوند بار، راح يخرج من الشاشه والصوره ايضا تعبر من خلال الساوند بار الى الشاشه. فعن اردت ترجع الساوند بار يشتغل بشكل طبيعي بدون ما تظهر صوره او صوت من جهاز المتصل اللي هو كمثال الريسيفر او الساتلايت، تختار زر الارك مره ثانيه
راح يرجع يفصل الجهاز المتصل مثلا ساتلايت او ريسيفر، او انه تفصل مدخل الاتش دي ام اي وكيبل الاتش دي ام اي الموجود بالاتش دي ام اي ان كما وضحنا. وسلك الاتش دي ام اي الثاني اللي هو هذا الاصلي انصح دائما وضروري انه تستخدم كيبل الاتش دي ام اي الاصلي اللي مع الساوند بار، لانه هذا 2.0 راح يتوصل بهذا المدخل الاتش دي ام اي الاوت الى مدخل الارك او الاي ارك بشاشتك حسب موديل شاشتك واللي مكتوب عليه بهذا الشكل كما تشاهدون بهذه الصورة. كل الشاشات الحديثة فيها مدخل ARC أو E-ARC، يعني 99% من هذه الشاشات، لكن صراحة أغلب الشاشات التجارية الرديئة ما تحتوي على مدخل ARC، قسم منها يحتوي قسم منها لا، لكن بشكل عام الشاشات من الماركات العالمية المعروفة تقريبا كلها تحتوي على مدخل ARC، وإذا كانت مداخل HDMI فيها أحدث تحتوي على E-ARC. فالآن حنقوم مثلا بفتح كيبل HDMI وراح نقوم هذا بتوصيله كما تشاهدون بهذا المكان، والمنفذ الآخر راح نوصله بالشاشة من خلال المخرج الارك او الاي ارك بالشاشة. إذن حباي بعد ما شاهدنا الجزء الأول هو كيفية توصيل سلك الـ HDMI ووضحنا خيار HDMI-N الموجود فيه كما ذكرنا الموديلات المحددة اللي هي 8211 و 8132، وأيضا بعد ما شاهدنا كيفية توصيل سلك الـ HDMI في أي مدخل بالتحديد حسب موديل شاشتك، الآن بعد ما قمنا بتوصيل سلك الـ HDMI راح نقوم بتشغيل الساوند بار كما تشاهدون بالفيديو. طبعا اذا كان ساوند بار خاص بك كان بشاشة راح يظهر لنا تفاصيل على الشاشة، اما اذا كانت الموديلات اللي هي TS6100 و6110 اللي فيها خيارات الالوان فنختار زر HDMI ARC اللي هو الان مثل كما تشاهدون اختارينا من ضمن الشاشة. للعلم انه حيكون هناك شرحين، واحد للجوجل تي في اللي هو كما تشاهدون الان بهذا الفيديو، وايضا من ضمن الفيديو راح نتكلم عن كيفية تشغيل سلك الـ HDMI أو خيار الـ ARC على شاشات الأندرويد تي في كذلك. أما بالنسبة للموديلات الأخرى من شركات أخرى فبإمكانكم التواصل معنا حتى نوضح لكم أيضا كيفية تفعيل خيار الـ HDMI الـ ARC. كما شاهدتوا اختارنا بالريموت خيار الـ HDMI ARC، الآن هو الـ HDMI 2 كما واضح بالنسبة 8132 مكتوب الـ ARC. الآن أحبائي راح نختار الإعدادات للشاشة بالنسبة لجوجل تي في، بعد ذلك القنوات ومصادر الإدخال، ومن ثم نختار أجهزة الإدخال. أولاً نتأكد أنه وضع الـ E-ARC مفعل إذا كان شاشتك فيها الـ E-ARC. طبعاً الموديلات 21 بالنسبة لشاشات TCL جميعها سواء الـ B725 الـ C725 وحتى موديلات 22 جميعها تدعم الـ E-ARC، فأول شيء نتأكد هذا الخيار فعال. بعد ذلك نختار التحكم الإلكتروني للمستهلكين، كما شاهدون حيكون مغلق، هذا الخيار يجب أن يتفعل حتى انه يشتغل عندك الساوند بار بشكل صحيح. نضغط عليه تفعيل. في حال انه مثلا ما حبيت، اذا كنت موصل مثلا بلاي ستيشن او اكس بوكس او اي جهاز كونسول انه يطفى مع الجهاز او انه يشتغل مع الجهاز، ممكن هذا الخيارين توقفهم حتى انه اذا شغلت البلاي ستيشن ما تشتغل الشاشه، او العكس انه اذا شغلت الشاشه مثلا ما يشتغل البلاي ستيشن او الاكس بوكس او اي جهاز يدعم هذه الخاصيه متصل، ففقط تفعل هذا الخيار. بعد ما نفعل هذا الخيار احبائي اذا كان الساوند بار مشتغل حيظهر لنا اسم الساوند بار كما تشاهدون امامكم، نفتحه هذا الخيار راح تظهر لنا هذه الخيارات، نتاكد انه هذا الخيار الاخير مكبر الصوت شغال بهذا الشكل، غالبا يكون هو ايقاف، ايضا نتاكد انه نشغله راح يشتغل عندك الساوند بار بدون ما تواجه اي مشاكل. هذا بالنسبه طبعا للجوجل تي في. اما بالنسبه للشاشات اللي تزال اندرويد تي في فايضا نفس القائمه نفس الخيارات موجوده بقائمه النظام، حترك لكم رابط فيديو شرح كامل للقوائم والاعدادات لشاشات تي سي ال، من ضمن الشرح ايضا كيفيه الوصول لهذه القائمه حتى الفيديو لا يكون طويل، ايضا حيكون عندكم هذا الخيار موجود، لكن وضع الاي ارك ما راح يكون موجود على اغلب الشاشات الاندرويد الا طبعا شاشات ال21 كما ذكرنا هذه النقطه. نفس الخيارات ايضا تتبعها وتفعل تحكم في الاتش دي ام اي وتختار الساوند بار الخاص بك وتفعل مكبر الصوت. الآن إذا رجعنا على الارك كمثال، الآن إذا اخترنا البلاي فراح يكون الصوت من الساوند بار كما تشاهدون أحبائي، الآن الصوت يخرج من الساوند بار. أما بالنسبة لضبط إعدادات الصوت فبالنسبة للجوجل تي في انه من هذا الخيار نختار الصوت. بالنسبة لإعدادات الصوت لازم تتأكد انه تأخير الصوت يكون صفر، لانه هذا جدا يأثر على الصوت ممكن يسبب لك مشاكل بإخراج الصوت. اما مخرج الصوت فالافضل انه يكون تلقائي.
حتى انه ما تواجه اي مشاكل باخراج الصوت مثلا اذا غيرت او قمت بايقاف مثلا الساوند بار، فانه ايضا يكون على تلقائي. اما بالنسبه للبلوتوث فالامكان استخدام سماعه الشاشه بنفس الوقت مع الساوند بار فقط على شاشات النظام اندرويد 11، فقط على الشاشات من تي سي ار نظام اندرويد 11 ممكن تستخدم الساوند بار سماعاته مع سماعات الشاشه بنفس الوقت من خلال تختار مخرج الصوت. لو تتاكد بالبدايه انه الشاشه والساوند بار متصلات عن طريق البلوتوث، انا ممكن راح اقوم بتوصيل الشاشه بالساوند بار. بالبدايه من خلال الساوند بار نضغط زر البلوتوث بالريموت ثم نبقى ضاغطين مده 3 ثواني الى ان نسمع هذا الصوت كما سمعته الان. بعد ذلك من الاعدادات للشاشه نختار اجهزه التحكم عن بعد والملحقات. اما بالنسبه للشاشات اللي تزرع على الاندرويد تي في ايضا نفس الاسم واجهزه التحكم عن بعد والملحقات ايضا بالاعدادات موجود نهايه القائمه. بعد ما اختارين اجهزه التحكم عن بعد والملحقات نختار اضافه ملحق. بعد ما حولنا الساوند بار كما شاهدتوا ظلينا ضاغطين على زر البلوتوث سواء تضغط بالساوند بار او بالريموت، احول على وضع الاقتران نضغط على اسم الساوند بار راح يظهر لنا ونختار اقران. الان اكتمل الاتصال بين الساوند بار وبين الشاشه البلوتوث. وكرر مره ثانيه انه افضل اتصال كوضوح كدقه كجوده الصوت هو عن طريق كيبل اتش دي ام اي. هذه نقطه جدا مهمه وفرق كبير بين كيبل اتش دي ام اي والبلوتوث. الان بعد ما اخترينا هذا نروح على الاعدادات نختار العرض والصوت من الصوت مخرج الصوت. حيعطيك الان كما شاهدون خيار البلوتوث زائد مكبر الصوت الداخلي. هذا الخيار كما شاهدون انطانا خيارين بالصوت. الان انا اذا اريد اعلي الصوت شوف كما شاهدون عندي خيارين اللي هو هذا البلوتوث هو الساوند بار وهذا الثاني هو صوت الشاشه صوت سماعات الشاشه. فبالتالي عندك صار الصوت يخرج من الساوند بار ومن الشاشه بنفس الوقت. اذا حبيت ترجع مره ثانيه تلغي هذا الخيار ممكن انه مثلا تختار تلقائي حيستخدم البلوتوث فقط كما تشاهدون امامكم. وكرر مره ثانيه انه فقط شاشات اللي نظامها اندرويد 11 او جوجل تي في بالامكان انه تستخدم سماعات الشاشه والساوند بار بنفس الوقت وفقط من خلال خيار البلوتوث. ايضا النقطه الاخيره الثالثه اللي حاب نوضحها انه مخرج الصوت الرقمي انصح انه يكون دائما تلقائي حتى ما تواجه اي مشكله مثلا وشوشه بالصوت او تقطيع او مشاكل بتشغيل الصوت. دائما اعدادات متقدمه للصوت مخرج او خروج الصوت الرقمي انصح انه يكون تلقائي حتى انه الشاشه تحدد نوع الصوت وبالتالي تقوم باخراجه بافضل طريقه ممكنه بدون مشاكل. هذا احبائي كل اللي تحبون تعرفونه عن مداخل اتش دي ام اي بشكل كامل وكيفيه ايضا توصيل سلك الاتش دي ام اي وتشغيله وايضا البلوتوث وتشغيله وضبط الاعدادات بشكل مفصل. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ايضا في القناه كثير من الشروحات الخاصه لشاشات تي سي ال لمختلف الموديلات بامكانكم الاستفاده منها. اشكركم على حسن الاستماع وحسن المتابعه. اخوكم ابو يوسف.